مشاهدينا، موضوعنا التالي هو تحدي وعزم من نوع تاني، تحدي الفوز، فوز فريق ويلرز عمشيت ويلرز تيمز عمشيت ببطولة لبنان لكرة السلة لذوي القدرات الخاصة أو فريق الكراسي المتحركة. مرحب فيكم معنا اليوم ببرنامجنا على الموعد بكثير من الامتنان وبحروف كثير خجولة، مارك حويك وفارس يوسف، أهلا وسهلا فيكم. بونجور، ميرسي لكم. صباح صباح الخير. الخير. صباح الخير. أول شيء بحب أقول لكم مبروك على اللي عملتوه ولفوزكم بهيدا الفعل اللي عملتوه، وبحب أعرف، خلينا نبلش مارك ونرجع نحكي فارس، شو أضاف لك هيدا الفوز؟ هيك هيدا الفوز اعطانا مسؤولية هلا انه نحن ما بقى فينا نوقف هون. نعم، من هون وبالرايح صار التحدي، يعني الفوز صار ورانا، هلا عم نبلش نشتغل على البطولة الجديدة. نعم، حتى المتوش الودية ممنوع بقى، مستمرين يعني مستتبعين ممنوع بقى نستهتر فيها. ان شاء الله على طول. فارس، شو اضاف لك هذا الفوز؟ كمان مثل ما عم بيقول مارك انه نحن صرنا بموقع مسؤولية، نعم، صار في علينا مسؤولية، بطلنا فريق ناشئ عادي. أو اي بعده صاعد له سنة، صرنا فريق فريق بطل. هذا بيعطي مسؤولية كبيرة ولازم نكفي ونتابع، وهذا الفوز أعطينا الإيمان إنه ما في تستمروا. شيء مستحيل وبدنا نكفي لقدام، وكل شيء بينشغل مزبوط قادر الشخص يوصل يعطي لنتيجة. نتيجة. هلا بلشتوا موهبة مثل ما عرفت، وهيك موهبة رياضية مثلكم مثل أي شباب، بعدين وصلتوا لهيدي المرتبة. هون كتير مهم نضوي على أهمية هذا الفريق، من مين مؤسس، مين أنتم، أي سنة أنتم موجودين فيه، طبيعة اللاعبين، نفس الحالات، ذوي احتياجات خاصة أو أسوياء، وخبرنا أكثر عن الفريق. مارك أو فارس، مين؟ يلا ما بعدنا، يلا نعم صباح. فارس. الفريق أول شيء تأسس من حوالي السنة ونص، بلشنا أول تمرين بتموز هون. الهيئة الإدارية، في عنا مدام بولا خليفة، في عنا شارلوت، في عنا مدام نادين، في جهاز فني، كوتش إلبي أبي صالح، كوتش فادي محفوظ، في اللاعبين هون بيكونوا في معنا لاعبين أسوياء، في معنا لاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة. العدد قديش، كيف ترتيبهم يعني، قد ايه اسوياء، قد ايه، ولا ما في؟ هو بالملعب لازم يكون في 14 نقطة، هن مصنفين حسب نقط معينين. نعم، هال 14 نقطة بتتوزع على اللعيبة الأسوياء، مثلا بيكونوا أربع نقط ونص. نحن اللي على الكراسي كل حدا عنده تصنيف شيء حسب نوع إصابته، يعني أنا نقطة، مين فارس بصنف؟ صحيح، في مصنفين، بيكون في مصنفين، فارس مثلا مثلي على الكرسي بس هو نقطتين، يعني حسب الواحد قد ايه قادر يعمل حركات على الملعب، قد ايه اصابته قد عالية، مرتاح. ايه، بهيدا المطرح بيتصنف. من هيك في ال14 على الملعب، يعني اجمالا بيكون في 2 اسوياء نعم من اصل 5. نعم هلا حسب ما فهمت كمان انه من خلال هيدا النادي تعرفتوا على بعض وصار في دمج اجتماعي وصار في تكوين لصداقات وعلاقات، قديش هذا الشيء يعني كانت اتجاه او توجه ثلاثي الابعاد، قديش هذا الشيء عزز الروابط الاجتماعية والصداقات؟ صحيح، هي هيدي اللعبة كانت فرصة لنا تنتعرف على بعضنا. نحن نعم، كعناصر فريق ما بنعرف بعضنا من قبل، تعرفنا على بعضنا من خلال بالنادي. بالنادي بالفريق، ومن هون تطورت كتير علاقتنا. يعني مش نحن أفراد بنيجي بنلعب بالملعب وبنروح، صرنا رفقة، صرنا عائلة. يمكن هيدي الروح بيناتنا هي خلتنا كمان نربح، خلتنا نربح. عظيم، كان عندنا هالروح الإيتالية، روح روح العائلة، الفريق قلب واحد على قلب واضح واحد كلنا. بالصور، شو يعني حلو. يعني اللي قلت لك كنتوا تروحوا تلعبوا، بس اكثر الوقت كنتوا تقعدوا، يعني مية تقعدوا تشوفوا بالمية بعض، وشو حلو. وبتحسي هيدي روح الفريق اللي نحن بنتميز عن روح غير وحدة. فرق. بالمتوشة يعني كل الفرق اللي لعبنا ضدهم في يا شخص يا شخصين هن اللي بحطوا كل النقط. نحن يمكن الفريق الوحيد اذا بتشوف السكور كل كلكم فرد منا حاطط شارك. 5 نقاط 6 نقاط، شو حلو. يعني ايه تعاون. 100%. شو حلو. يعني نحن بهمنا نربح، مش مهم مين اللي عم بيسجل طيب النقاط. مارك، ما كان في عقبات، تحديات واجهتكم انتم بالنادي او بالخلال المتوش اللي قمتوا فيها؟ انا حسب ما فهمت منك لعبتوا ضد كثير فرقاء وقوايا، يعني كان في تحديات واجهتكم؟
نعم، لكن احنا بما انه فريق جديد وعم نلعب ضد نوادي صار لها 30 سنة مع البطولة، يعني اول شيء هي متميزة علينا بالخبرة بكذا شغلة. نحن شو يا فارس؟ يعني الصعوبات بلشت من الاساس الكراسي. هون بدنا نوجه تحية للصليب الاحمر الدولي، احنا كمان بدورنا بنحب نوجه تحية برشاشاتنا. يعني الكراسي اعطينا كراسي على سبيل الإعارة، 100% تبلشنا تنقدر نبلش، لان هي الكرسي هي اساس بهاللعبه. ونادي عم شي تقدم لنا النادي ببلاش تنقدر نتمرن فيه. في شركه جي اس كي قدمت لنا طباعه القمصان. بهالقصص قدرنا نكون هيدا الفريق. كان في تسهيلات تقديمات لكم. نعم. الصعوبات برضو كانت كتيرة، مثلا وقت ازمه المازوت، ازمه الكهرباء، يعني قطع فتره ما كنا عم نتمرن بالليل، نضطر نتمرن على ضوء الشمس بالنهار تنأمن إنارة. يعني أزمة البنزين، يعني وضع البلد كلنا بنعرفه، هذا الشيء كمان عم بيأثر علينا على تماريننا. طبعا وقت الكورونا واللوك داون كمان، يعني ما كان التمرين متواصل على سنة، قطعت فترة مثل كل اللبنانيين اللي تأثروا بالوضع. 100% صح. يمكن كثير من اللبنانيين ما بيعرفوا شو يعني لعبة الكراسي المتحركة. أنا حتى أنا افتكرت إنه هي يعني في استثناء ضمن فريق، يعني هي ما لعبة. نحن صرنا 13 14 سنة على الكرسي، ما كنا نعرف إنه في هاللعبة، يعني تعرفنا عليها هلا جديد. بالفعل يعني حتى نحن ما بنعرف. كنت بدي اعرف كمان هيدي الموهبه مارك، هي موهبه حسب ما فهمت منك انه انت كنت لاعب فوتبول. نعم. من بعد ما اصابتك من الحادث اللي صار، والله يسلمك ويسلم الجميع، توجهت لهيدي اللعبه الجديده او الاهتمام بهيدي اللعبه الجديده. يعني هل يعني انت هون رحت لها، انت حابب هالموهبه، ولا هي هيدي ما توفر مثل ما بيقولوا؟ لكن هي الرياضه، ولا هو التكيف الرياضه الاجتماعي؟ الرياضه هي شغف، وهي مطرح ما بيروح الواحد بينفس اذا بدك من ضغوطات البلد، من ضغوطات الاقتصاديه، كل هول بيروح على مطرح يقدر ينفس فيه، وثائق بهيدا المطرح احلى مطرح، يعني مع احلى عالم. واضح هذا الروح الالفي بين بعض. كمان بدي اذكر انه مارك انت مهندس الكترونيك ميكانيك. ميكانيك. نعم. يعني كمان عندك الميجر تبعولك واختصاصك وشغلك وما الى هنالك. استاذ فارس استاذ ثانوي. صحيح. يوم اضربين قاعدين بالبيت. هلا عطلة الميلاد. هلا بالعاده الاستاذ هو اللي بيعطي الرسائل وبيبشر وبيعزز قيمه وبيبس روح العزم والاراده. قد ايه دورك استاذ فارس مدوبل؟ لما عرفت انك استاذ هيك حبيت اسالك هذا السؤال. وبالعاده نحن بنعطي بوش لطلابنا خصوصا بهيدا الوضع. صحيح. بتعرفي هون ما بعرف اذا فينا نقول انه يمكن الوضع بيساعد، يعني بس يشوفوا التلاميذ شخص على كرسي فايت على الصف، يعني هذا الوضع منه لوحده بيفرض. ثلاث تلاميذ مثلا بيحترموني، في احترام متبادل بيناتنا. بيعطيهم رساله للتلاميذ انه هذا الشيء منه عائق. يعني اول شيء على طول كمان حتى بالصف بقول لهم ما في شيء بعرقلنا، ما في شيء بوقفنا. صحيح. والتلميذ هو هيدي رساله مهمه له، لانه كمان هلا التلاميذ كل واحد عنده وضعه، احباط طبعا، كل واحد جاي من بيئه معينه، بس القاسم المشترك بين هالتلاميذ انه كلهم ناقصهم دعم. على طول بجرب مرق رسائل هالدعم انه للتلاميذ انه ما في شيء مستحيل، انتوا قادرين، اشتغلوا مزبوط ورح توصلوا. على طول هالرسائل بحب مرقها للتلاميذ، وبكثير مطارح هي بتعطي دعم. يعني بحس خاصة التلميذ انه بيغير، ان الاشياء القيم بوجه التلميذ. صحيح صحيح، مش دور بس انه اعطيه الاهداف التعلميه، بس المنهج التربوي. صحيح. بالفعل. طيب في سؤال كمان حابب اسالكم اياه، مثل ما معروف انه احنا بالرياضه بننقل السياسه للرياضه، هل هذا الشيء شفتوه؟ يعني مثل كل رياضه، رياضه الكراسي المتحركه. نعم. في هذا الشيء، هذه الصوره ابدا نحن عندنا بالفريق ابدا. يعني هل هذا شو مثل ما بيقولوا الهدف الانساني والحاله الوحده خلتكم تنسوا تغضيتوا عن هيدا الشيء؟ ما نحن جايين على الرياضه وعلى الباسكت تنهرب من هالقصص. بدنا نجيبهم معنا بعد على النادي. شو حلو. بتوحدكم الاهداف والرؤيه والمصلحه والبطولات والانتصار، نحن جايين نربح، غير هيك كله ما بهمنا. الله يوفقكم يا رب. وبالنسبه للتدريبات اللي عم بتصير، هل اليوم بعد فوزكم اكيد عم ترتوا، يمكن اذا في سكيدجول او في برنامج معتمد صرتوا عم بتكثفوا تقللوا ولا في تعديل؟ 100% هل قلت لك اياه بالاول، يعني نحن هلا صار عندنا مسؤوليه. قبل كنا فريق هاوي في يتسلى ويلعب، هلا صار في بطوله على كتافنا، يعني
بطل فينا نكون فريق الهاوي. بالفعل. طب هل الشيء، هل ال الباسكت لذوي الفئات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة على الكرسي متحركة هي بتلاقي حالة أكتر بتحركاتها أكتر، يعني مثل ما بيقولوا فاسيليت، ولا الباسكت العادي اللي احنا بنعرفها أسهل؟ الباسكت اللي على الكراسي أصعب بكتير، أصعب بشهادة الأشخاص الأسوياء نعم اللي عم يلعبوا معنا على الكراسي بقولوا ما أصعب، عم بيواجهوا صعوبة أصلا أكتر منا، لأنه نحن تعودنا أول شيء على الكرسي، لأنه صرنا 10 سنين و14 سنة على الكرسي، تعودنا عليها، صارت لابسينا، صارت جزء منا. نعم هن أول شيء بدهم يتعودوا كيف يقعدوا على الكرسي وكيف يتحكموا بالكرسي ويبرموا ويمشوا لقدام، ده بعدين يلعبوا باسكت على الكرسي كمان أصعب، لأنه أصعب أوطى عن السلة، لأنه السلة ارتفاعه أصعب عليهم، بس وزاته. عليكم أسهل طبعا، هي نحن لأنه معودين على الكرسي متاح. بس برضه صعبة يعني. يعني نحن بنتمنى لكم المزيد والمزيد، إن شاء الله كمان نضل نشوفكم على طول، كل سنة هو بصير نعم اللعب، نعم إن شاء الله الله السنة راضي. الجاية كمان بنشوفكم، و2022 كمان بنرجع ونشوفكم، بنرجع ونستضيفكم معنا، إن نحن شاء بنشد الله. عقيدكم، وألف ألف ألف مبروك، ميرسي ونحن ميرسي على استضافتكم. بنتشكركم لوجودكم لوصولكم معنا، عن جد بكثير من الامتنان. ميرسي لكم. شكرا كثير على الاستضافة الحلوة والأسئلة القيمة، وإن شاء الله بنشوفكم سنة إن شاء الله. عليكم وميلاد مجيد. علينا وعليكم يا رب. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ما تنسوا تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص فينا ببروجرام على الموعد، وما تنسوا تترقبوا الإعادة الساعة 6:30 المساء أو الساعة 1:30 بعد منتصف الليل. ميلاد مجيد وينعاد عليكم.